حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إيتاج عبر قناة الأيام الفضائية. أنا كرار حباب فاصل قصر وبعدها منصة الفيسبوك. خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك وما لدينا في هذه المنصة من أخبار وأحداث وترندات قد تكون متداولة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل تأكيد تكون دائما موجودة في برنامجنا. عامان على حكومة محمد شياع السوداني، هذا هو المنشور الأول اللي طبعا راح يليه فيديو مختصر عن إنجازات الحكومة العراقية في هذه السنتين اللي مضت. يقول مضى عامان على نيل حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الثقة في مجلس النواب لينطلق العمل بعدها وفقا للمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي لتشهد مختلف القطاعات نموا واضحا، وسيقوم المكتب الإعلامي بنشر سلسلة من الفيديوهات بالأرقام تظهر الإنجازات التي حققتها الحكومة على مدى عامين خصوصا في أولوياتها الخمسة. عامان وسنستمر. خلنا نشوف الفيديو. طبعا هذا هو الفيديو اللي شفتوه، فيديو مختصر، هو عامان وسنستمر، لخص الانجازات اللي صارت في زمن هذه الحكومة وزمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. بكل تأكيد احنا نريد من الحكومات هو العمل، العمل اللي يفيد الناس والشعب والمواطنين، يفيد شباب البلد، يفيد طلاب البلد، يفيد شباب ونساء وشياب وكل فئات المجتمع العراقي. ليش؟ لأنه بالنهاية اللي ما يعمل لبلده هذا ما راح يكون مثمر، ما راح يكون مثمر. لذلك احنا سواء بقى السوداني او اجى غيره احد نقول دائما لازم تشتغلون. صعب، يعني انا اتفق وياكم، صعب راح يجي واحد هسه بعد السوداني ممكن يشتغل قوي، بس لازم يشتغل اقوى حتى الناس ترضى عليه. لذلك هذا الموضوع يعني مهم وحساس، لذا حاولوا بكل انتخابات انه تكونون اصواتكم تكون للشخص اللي يستحقها وللحزب اللي يستحقه. ركزوا دائما لان بالنهايه هم اللي راح يحكموكم. من عامان وسنستمر الى المجلس الاعلى للشباب يواصل نشاطاته ويقول لك يطلق الفريق الوطني للشباب الرقمي الذي يضم 1000 شاب من المختصين والمهتمين في القطاع الرقمي لمساهمه في النهضه في القطاع الرقمي في البلد. هذا هو المجلس الأعلى للشباب، يقول لك 1000 شاب من المختصين والمهتمين في القطاع الرقمي للمساهمة في النهضة في القطاع الرقمي في البلد. موضوع هذا موضوع يعني بصراحة هو معقد، مو كل الناس تفهمه، مو كل الناس عندها إلمام ودراية تامة به، لا البعض عنده ممكن إلمام. موضوع التواصل الرقمي والمنصات هذه الرقمية هو موضوع حديث، موضوع يعني
الناس الكبار بالعمر قد تجهل هيك موضوع، ولكن هم شباب يعملون، الله يوفقهم ان شاء الله، ويا رب يسوون شغله تفيد البلد وتفيد المجتمع. مضيف ابا عبد الله الحسين مستمر عبر العتبة الحسينية المقدسة، مضيف الإمام الحسين عليه السلام، يواصل دعمه لعوائل الوافدين من الشعب اللبناني إلى سوريا من خلال توصيل وجبات الطعام إلى أماكن سكانها. يعني مو فقط في الزيارة الأربعينية، ولا فقط في زيارة عاشوراء، ولا فقط في المناسبات الدينية، بل حتى في الأزمات، في الأشياء اللي تحصل للبلدان، تجد هذه المواكب وهذه المضايف هي اللي تستمر وهي اللي تعمل. ومقابل شنو؟ مقابل لا شيء. هم فقط يخدمون زوار الإمام الحسين، والآن يخدمون الناس اللي نهكتها الحروب، اللي دمرتها الحروب. هذا اللي جاي يسوي، مثل ما تشاهدون طعام، مياه، كل وشوف للترتيب. انا اريدك بس تشوف للترتيب، ما تلقي بمطعم يعني مفول، ما تلقي هيش ترتيب. لابسين الجفوف ولابسين الصدريه ولابسين هذا مال الراس وما اعرف شنو هذا، وبكل ترتيب يوزعون. يا اخي ترى شباب العراق شباب عظيمه، عندهم عقيده، عندهم ايمان. هذول يعني صعب تلقاها بالعالم، عند شاب عند بلد اخر. شوف شو اللي جاي يسووه، اشياء مرات المنطق ما يعقلها ولا العقل. بارك الله بهم. خلينا نشوف قافلة المساعدات الرابعة من العتبة العباسية المقدسة، محملة بأطنان من المواد الإغاثية والإنسانية. وصول قافلة مساعدات العتبة العباسية الرابعة إلى مركزها الإغاثي في سوريا لدعم النازحين اللبنانيين. خلينا نشوف الفيديو. لا جديد، فقط تواصل، فقط استمرارية، فقط دعم مستمر على طول الأيام، على طول أيام الأسبوع من بداية الحرب على لبنان وعلى غزة لغاية الآن. الناس هذه تعمل وتودي وتجيب مساعدات إلى العوائل اللبنانية والعوائل الفلسطينية. هذا الموضوع هو تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا، وأيضا العتبات المقدسة، العتبة الحسينية والعتبة العباسية. بارك الله بهم، وأكيد هذا الموضوع في ميزان حسناتهم. من الخير إلى الشر. شلون من الخير للشر؟ يقول لك إلقاء القبض على مدعي الروحانية، يعني مدعي الروحانية يعني يقول لك أني شيخ، أني أسوي لك ما أدري شنو. ابتز أكثر من 150 امرأة ماليا. جهاز الأمن الوطني تمكن في محافظة البصرة من إلقاء القبض على شخص يدعي الروحانية بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين
من مواطنين وباشرت مفارز الجهاز في المحافظة عملية التحقيق والتدقيق من المعلومات، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمت مداهمة منزل المتهم في قضاء الزبير والقبض عليه، وتبين أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار من كل ضحية مقابل أعماله المزعومة. يعني شلون هو يجيب النساء؟ زين يجيب النساء، أي صدق هذا خوش سؤال، سؤال منطقي. يعني هو ذا روحاني ويعرف اللي يعلم اللي راح يصير بعدين ويدرب هاي، ما عرف راح يتم القاء القبض عليه؟ شو هيجي عمت عيني عليه لابسه لا طاق البدله الصفراء وهيج ومدني؟ روحاني مال لنقه انت، روحاني مال لنقه. هذول شو يسوون؟ تجي المرأة اللي هي يعني على نياتها خطيه، يعني قله وعي، خي اكو واحد هيك وهيك يسوي، خي يسوي انه تاخذها وتروح من مره المره من مره المره وتصير شبكه. هاي الشبكه شنو هي؟ فلان روحاني يسوي لنا عمل، يسوي لنا، يفك لنا تابعه، ما ادري شنو، يطلع لنا جن، هو شنو؟ يرجع لنا ميت. مثل هذا يقول له ارجع لك الميت، جيب لي مستمسكاتك الاربعه ووقف لي بال، وشنو؟ النوب هاي النسوان يعني والله ما اعرف ان على نياتهم، بس يعني هو كذب المنجمون ولو صدق، هم كذابين. فانت ترحين وما اعرف شنو هذا، 150 امراه ابتزها بمبالغ من 500 الف الى مليون. يعني حسبونا حسبونا حسبونا، وين الحاسبه؟ وين الحاسبه؟ خلينا نحسب ايش قد هذا، ايش قد الدخل مالته، ايش قد، ايش قد على ايش قد نحسب؟ خل نحسب على مليون، مليون مليون في 150 يساوي هاي مليار وربع، ما ادري ايش قد. يلا بالله هذا فلوسك انت هسه مليار وما ادري ايش قد، ما ادري 15 مليار، عمي ايش قد هذا الرقم؟ هذا الرقم هواي، هذا الرقم صدق دوخني. 150 والله ما اعرف. يعني بالمناسبه اكو بيهم شو يسوون؟ ما ياخذ مبالغ ماليه، ياخذ ذهب مثلا، ابتوت، محابس، قلايد، ما ادري شنو هاي السوالف. زين لو 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 احجار، لو سبح، لو ما ادري شنو، هاي ثمينه هاي الاحجار الكريمه وما اعرف شنو، اشياء توقف العقل، توقف العقل. وهاي تاخذ صاحبتها، امشي ام فلان اوديك لهذا يفك لك شو اسمه، يا معودات والله حيل ما بينا، حيل ما بينا. خلينا نشوف المرور، المرور شويه يعني الشغلات بسيطه بالمرور. المرور العامة تقول تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية باشرت مجمعات التسجيل في بغداد ابتداء من اليوم السبت، يقصدون البارحة، بطباعة لوحات تسجيل المركبات الأجرة. كانت متوقفة بدون أرقام، حاليا باشرت عمليات يعني أو وزارة الداخلية المرور بطباعة اللوحات، لوحات تسجيل المركبات الأجرة. ما عندنا شيء ويا التاكسيات، ما عندنا شيء ويا التاكسيات، عندنا منتخب الناشئين اللي خسر اليوم خسارة من أوزبكستان في تصفيات كأس آسيا للناشئين اللي تستضيفها الصين تايوان عفوا، وهذه المباراة انتهت بالخسارة. وسبق أن فاز منتخبنا بمباراتين ومني بالخسارة في المباراة الثالثة. لغاية الآن الحسابات معقدة، لا نعلم هل منتخبنا الوطني للناشئين سيتأهل أم لا، هل منتخبنا غادر بطولة آسيا أم لا، لغاية الآن ما نعرف شنو الجواب. ولكن
الخساره في هذه البطولات هي خساره متوقعه او خساره خلينا نقول طبيعيه، لانه منتخب الناشئين اللي هم صغار باعمار حقيقيه وسبق ان حققوا فوزين بهذه التصفيات، لذلك ما نقص عليهم، ما ندمرهم، ما ننتقدهم نقد لاذع، خساره طبيعيه، طبيعي جدا، هذا لاعب ناشئ في بدايه حياته وان شاء الله بالمستقبل يكون افضل وافضل. من الناشئين الى الذكاء الاصطناعي، يقول تلاعب بالمراهق عاطفيا او تلاعب بالمراهق عاطفيا، ام امريكيه تكشف عن انتحار ابنها سويل سيتزر 14 عاما بعد محادثات مع احدى برامج الذكاء الاصطناعي اللي هسه طلع بالجديد. بس يعني المشكله سوى هذا بامريكا، انا السنه البارحه بالليل طب لي حساب وما اعرف شنو هذا، والله العظيم يعني واحد شوي فتح عقله شويه يعني. بس انتم يعني مستهدفين الشريحه اللي اعمارهم 14 عام على مود يؤدون بحياتهم الى الانتحار الذكاء الاصطناعي. المشكله هو ام امريكيه، حلو، اللي صار شنو؟ اللي صار هذا الطفل اتعلق بامراه هي اكبر منه ايضا، ولكن هو كل ظن انه هي واقعيه، لم يكن يعلم انه ذكاء اصطناعي. لذلك بالتعليقات حاتم يقول لك اذا ابنها بحاله نفسيه ايش دخل الذكاء الاصطناعي بالسالفه؟ لو تدور تعويضات من الشركه حاتم حبيبي، انا اقول لك ايش دخل الذكاء الاصطناعي، ممكن يسوي لك انسانه وهميه او رجل وهمي، يسوي لك اياه وهمي ويراسلك ويحكي وياك ويدز لك صور ويخابرك وغيرها، انت وين عايش يا حبيبي يا حاتم؟ فادي عبد يقول يمنه عمرها 28 سنه عامل حساب بنت ويعالج اصحاب الجفاف العاطفي، هذا ذكاء عاطفي مو اصطناعي، ذكاء عاطفي هذا. يمنى عمره 8، عمي صديق تحكي فادي، روح 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 فادي روح. اسماعيل ثامر يقول فعلا الموضوع خطر والذكاء الاصطناعي بدأ يستحوذ على كل تفاصيل حياة البشر. لازم انتوا تردون هذا الشيء، انتوا تردوا. اخر تعليق من قبل غسان هادي يقول بسبب درجة الواقعية التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي نتيجة للتطور البرمجي راح نشوف عجائب أكثر راح نشوف، والله نشوف عجائب أكثر. بالنهاية يا حبيبي هو الذكاء الاصطناعي راح يدمر المجتمعات، بنفس الوقت هو راح يفيد أشياء معينة وراح يدمر أشياء أخرى. مشاهدين الكرام، منصة الفيسبوك انتهت، فاصل قصير والإنستغرام، خليكم ويانا أحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الإنستغرام وإلى تل أبيب اللي طالعين بها مظاهرات على مود يطالبون بصفقة تبادل الأسرى. خلينا نشوف الفيديو. وين راح؟ عبان نحشش عليهم. يطالبون ب يعني بحملة اللي هي يعني تبادل الأسرى.
يطالبون بتبادل الأسرى. لذلك هم طالعين مظاهرات، تظاهرة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل الأسرى. هذا اللي يقدرون عليه. وين الله وصاروخ وهيك عليكم كلكم، وين الله؟ ولا حد يقول لي إنسانية وما أدري شنو، دير بالكم، لأن هم ما يعرفون الإنسانية أصلاً. أصلاً ما يعرفون الإنسانية. خلينا نشوف الاحتجاجات أيضاً. في نيويورك هذول الشباب قرروا أن يطلعون باحتجاجات أو تظاهرات بسيطة ويصيحون وينادون فري فري بالستاين، لأنه اللي جاي يشوفوه اللي جاي يصير حاليا عندهم شيء مو طبيعي. لذلك جاي يشوفون أنه أمريكا تدعم الصهاينة والصهاينة تقتل الأطفال والأبرياء والنساء. يعني الموضوع أصبح واضح جدا. ولو هسه هم راح يجون يقمعوهم، أنا أقول لكم هسه راح يجون يقمعوهم كما يحصل في باقي البلدان. خلينا نشوف أيضا في ألمانيا شنو عندنا. تاريخ ميلاد تدعي هذه الدول بأنها تمتلك من الحرية والديمقراطية الشيء الكثير، وتدعي بأنها تحترم حقوق الإنسان بل وتقدس الإنسانية. هذه الدول اللي هي دول الغرب، دول ألمانيا، فرنسا، هولندا، لندن، غيرها، يعني بريطانيا. نحن لا نتحدث عن الشعوب، بل هم بالفعل الشعوب يخرجون بتظاهرات. نحن نتحدث عن الحكومات، الحكومات اللي تدعي بأنه هي ويا الإنسانية ويا الديمقراطية. ما أن يخرج نفر واحد ويندد بالعدوان الصهيوني على فلسطين وعلى لبنان إلا وأصبحت الأغلال في يده ومكانه في الحجز. هذه الدول، هذه ألمانيا، هذه فرنسا، هذه بريطانيا، هذه هولندا، هذه إيطاليا، ومن ألمانيا إلى فرنسا وباريس. أتمنى ينسحبون بسرعة، لأنه إذا ما انسحبوا راح يجون يلقون القبض عليهم. أتمنى ينسحبون بسرعة، أتمنى، أحسن ما خطية يلقون القبض عليهم. يعني هي هاي اللي جاي يصير، لازم ينسحبون بسرعة. قالوا نددوا ما أعرف شنو، انسحب بسرعة تعالوا بغير يوم. ف
فري فري بالستاين وغير هاي الامور ما مقبوله عند الغرب، ما مقبوله عند فرنسا وعند المانيا، ما مقبوله. وطبعا هذه الاحتجاجات والتظاهرات قامت تسبب لهم ارق ارق وارق كبير جدا. ليش؟ لانه يعني يحاولون بكل الطرق يدفنون القضية بس ما يقدرون. موظفو شركة ميتا وجوجل، ميتا اللي هي بها فيسبوك وبها هذا وين الانستغرام، هذا بها الانستغرام وغيرها من التفاصيل، طلعوا بمظاهرة. وانا متأكد قبل لا اشوف الفيديو، ورا الفيديو ورا ما شافوه كلهم انفصلوا، متأكد. خلينا نشوف الفيديو. So I quit Meta in July of 2024 because I could not handle the weight of my guilt and shame of my ونسوان أبطال موظفين بهذه الشركات، وطلعوا وحكوا بكل شفافية. صدق، هي ليش المحتوى اللي يدعم القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية يحجب، بينما محتوى الصهاينة وأذرعي ودولة إيدي كوهين وما أعرف شنو ما يحجب؟ يعني والقوي بالموضوع ترى ميتا، هي ترى عندنا هنا العرب يستخدموها اكثر من الغرب. زين، بس انت هسه رجال انشر لك اسم شخص او 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 شخص استشهد مثلا، او صوره انشر لك مباشره تحجب وتحظر من النشر. هاي ميتا، بينما هم من ينشرون عادي طبيعي. أنا بس أردفتهم شغلة، يعني مثلا أنت تنشر مثلا صورة أو تكتب مثلا تكتب حزب الله، راح تنحضر، بينما إذا كتبها بنيامين نتنياهو لو أذرعي لو ما ينحضر. يا سبحان الله، هاي شنو هاي؟ يعني ما أعرف، يعني هسه أنت حاول تكتب، قول عمي هذا هيجي، أنا جاي أكتب شو اسمه، تنحضر، بينما هم وذا يكتب ما ينحضر. ليش؟ ما أعرف، بس بارك الله بذول الموظفين، يعني بصراحة وقفتهم وقفة يعني مشرفة. عبرية مش عربية، عبرية مش عربية، هذا اللي راح تشوفوه بعد هذا الفيديو. عبرية مش عربية، عبرية مش عربية، عبرية مش عربية، عبرية 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 عبرية
هاي مراسلة قناة العبرية عفوا العربية زين قاعدة تسوي ستاند يعني بنص مجموعة من الناس وتحكي وهذا فقرروا الناس بكل شفاف ولا حد دازهم مبينين شافوا القناة وجوي قرروا انه يجون ويحكون ويقولون ويعبرون عما في داخلهم بلد الحريات والديمقراطيات انه هي هاي القناة عبرية مو عربية هم كيفهم هذا هو يريد يحكي هيك انسان حر ما تجاوز عليك ولا اسالك ولا سوالك شيء اذا هو حر حر بما يقول حر بما يكتب حر بما يدلو حلو هاي مو عجبتكم مال يدلو اكررها بعد اليدلو دكتور عباس السعيدي يقول لو كانت العربية في زمن النبي ما اجتمع المنافقين الا فيها ولا صرفت اموال بنو قريظة الا عليها دكتور عباس السعيدي شكرا الى تعليقك دكتور بي اي اندرسكول اس اي 9494 هذا رقم الشاصي رقم الشاصي مال سيارتي هذا يقول رغم الهتافات المراسلة مستمرة بنقل الخبر الكامل ايش تسوي الان ما تقدر لازم توقت يعني رغم اللي انا منها غير والله العظيم ادبك وياهم عبرية مش عربية ادبك وياهم عادي رائد او رياض او عبد عباد يا اختي تكت يا شنو ناقص احرفية يقول الغريب في الامر انكم تدركون ومتأكدون و تقفوا تشاهدوا خيانتهم وانتماءهم للصهاينة وتتركونهم دون حساب يجب محاسبتهم ميدانيا هؤلاء الإعلاميون الخونة اتفقوا ياك آخر تعليق من قبل شاهدة المهم تقول انبذوا كل القنوات وكل الأشخاص المطبعين المنافقين خلص الكل بين على حقيقته التعليق الرابع والأخير اللي هو يخص موضوع يعني شو اسمه الرابع اللي هو يعني أعتقد البارحة أكو لعبة انتهت بأربعة يمكن أكو لعبة انتهت أربعة ما أعرف أنا ذكرت الرابع والأخير أكو لعبة انتهت بأربعة هنا نورس المدريدي طبعا مخرجنا مدريدي نورس اقطع علي هنا الأربعة تقدر تقطع لي اياها ولا ماكو ما تقدر ابد الأربعة طبعا احنا نبارك الى مشجعين نادي برشلونة على الرباعية الثالثة على التوالي 12 جول بثلاث مباريات يعني أربعة بأربعة بأربعة يعني ما شاء الله عليكم يعني اوه ريال مدريد يعني فعلوا الخطة بي انه هي إيه عاد احنا شبعنا بطولات مو وشبعت ارباعاتهم حبيبي شبعت ارباعات من ريال مدريد والرباعية الى سيدة في الهند احنا الصغار قبل نعلمهم نقولهم احنا مرت بينا يعني انا من يعني والله العظيم مرة بكيت على فيلم بكي ما صاير عبالي رام صدق مات زين مسلسل مصر قديم سيدة هندية كبيرة كبشة الممثل ودق وين اليوجع والله ليش لان ما عجبها بالمشهد خلينا نشوفه يعني انا شترجه من وحده تعبد البقره لو الفيل شترجه منها مثلا
طبعا تسواها يعني طبعا. ترى هذا فيلم، فيلم ضربها بالفيلم والضربه بالفيلم. يعني مثلا هذا الوجه مال الممثل وهذا الممثل الثاني يريد يضربه، ضربه هيك ما يتوصل، خلي ببالك ما توصل، بس يخلون افكت بالمونتاج، يخلون صوت ما ادري شنو هاي السوالف، بس هيك ما توصل. تدرين يعني حتى هاي الضربه ما توصل؟ شبيك شبيك من قد ما هنديه صدقت الكذب مالتكم. ترى هو تمثيل، لا وطايحه لهم دق، وين اليوجع؟ طب ما طف شنو السالفه؟ هاي تلعب ملاكمه كل ساعه وش اسمه؟ عمي روح روحي خلينا نشوف ايش عندنا. جبن محتالون يسرقون 22 طنا من جبنه التشيدر الانجليزيه، يعني بين قوسين الانجليزيه بس انا احب شويه يعني، والويلزيه من تاجر في لندن تبلغ قيمتها نحو 389 الف دولار عبر تظاهرهم بانهم تجار جمله. يا شنو يعني؟ انا بحياتي ما اكل جبنه الشيدر يعني، الباقوها سرقوها الفلوس هالقد يعني يعني الرقم شنو 389؟ وين اكو جبن ب 389 الف دولار يعني؟ شنو هذا معتق؟ هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو توم وجيري؟ صدق كذب مصطفى الانصاري حبيبي مرتضى. مرتضى لا قلت مرتضى، قلت مرتضى بس هذا مصطفى اواتي. تخيل انه انا قلت اسمه ولو تموت ما اقول اسمك مصطفى اوات. ازهر يقول على فكره هذا الجبن كلش غالي ومميز ويتخمر لمده توصل من سنه الى 10 سنوات تحت رعايه مختبريه لضمان الجوده. اكيد السارق الفأر جيري. ماشي ساعه تحشيشه بالاخير ازهر، اعتمدها تحشيشه حبيبي. ماشي جاي تاخر محمد. محمد شنو اليوم؟ محمد ما متغدي؟ بردان محمد اليوم. يقول رأفة المدفعي، المدفعي يعني الهام المدفعي رأفة يقول 22 طن في 20 دولار سعر الكيلو يطلع الناتج 440 الف دولار امريكي، يعني 660 مليون دينار. عمي شنو شبيكم؟ شبي الكيري؟ شبي لنقور؟ ما ادري لنقور ترى ما بي شيء، الكاله ترى هم طيب، يعني شنو السالفه؟ ها؟ شنو السالفه عمي؟ حاسب هذا عمي انا حاسبه. اخر تعليق، تعليق الرابع والاخير من علي باسل، الرابع والاخير التعليق، تعليق الرابع والاخير. يعني تعليق الرابع والاخير. يقول 22 طن ريوق واحد لولايه هونغ كونغ بالصين. ما اعرف يعني. ما حاسبها. مشاهدينا الكرام انتهت منصة الانستغرام، فاصل قصير ومنصة اكس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وكل ساعة انا راح اوقع عيناني. الاخبار المفرحة في منصة الاكس، الاخبار المفرحة اللي دائما ما نحب نسمعها، يعني ايش قد ما هي هيك بس يعني مفرحة والله العظيم تفتح النفس. دكتور حيدر سلمان، فلسطين المحتلة، عملية دهس بشاحنة قرب مقر الموساد والوحدة 8200 وقاعدة غاليلوت شمال تل ابيب تخلف 50 مصاب غالبيتهم جنود و15 حالة خطرة، ولم يعرف أعداد القتلى حتى الآن. ومن ثم نزول المنفذ ليكمل عليهم طعنا، بالسكين واحدا تلو الآخر. المعلومات الأولية تشير لمقتل ما لا يقل عن 15. خلينا نشوف الفيديو. شايف هذا شك؟ هي هاي الشغلات الحلوه، هاي الشغلات المفرحه، هاي اخوي كثرونا منها.
جابر يقول عملية بطولية حصيلة أولية غير رسمية لعملية الدهس قرب مقر الموساد شمال تل أبيب، 6 قتلى و36 إصابة بينهم 5 حرجة و6 متوسطة و22 طفيفة والبقية هلع. شو ماكو رقم 4 بنص هاي الأرقام؟ شو 6 موجود 36 و5 و6 و2؟ شو 4 ماكو؟ الأربعة وين راحت شباب؟ الأربعة مال ريال مدريد يمكن؟ يقول جميع المصابين والقتلى جنود من وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 قاعدة جيليلوت أو جيليلوت، ما أعرف هم هاي العبري مالتهم مين غاليلوت مدري غاليلو أحسن. يقول أحمد أفلح الوجه وبوركت الدماء، دماء رامي ناطور بطل مدينة قلنسوة منفذ عملية الدهس اليوم في قاعدة مفرق جيلولت، عملية دهس تاريخية دخل شهيدنا البطل بشاحنته في حوالي 60 خنزير قرب مقر الموساد، يا رب نصهم يموتوا ونصهم يعجزوا 27 أكتوبر. الحكيم بما معناه الطبيب، هم يسموه الحكيم، في الوقت الذي كان قادة الاحتلال يحيون ذكرى 7 أكتوبر نفذت عملية دهس نوعية قرب أحد المواقع الحساسة في شمال تل أبيب قتلى وإصابات العشرات بجروح خطيرة وحرجة. أكتوبر يعود من جديد. دكتور مراد علي يقول عشرات الإصابات في واحدة من أكبر عمليات الدهس منذ سنوات، هستيريا في الكيان والمبادرات الفردية في الضفة تثير أعصاب الغزاة وتبدو أكثر إيلاما في ظل قوة استخباراتهم وتعاون سلطة فتح البلاد. ولأن الدم لا يقابل إلا بالدم ترجل ابن البلاد المقدام ثائرا بشاحنته التي استقلها عازما الانتقام، ممزقا زمر الجنود دهسا في قلب تل أبيب، مدركا ان لا غضب يعلو فوق غضب الدماء، مرتحلا الى العلياء شهيدا وقد ايقن السبيل للفتح المبين. جميل جدا هذه الكلمات، جميلة جدا هذه الكلمات. فلاح المشعل انتقام متجول في تل أبيب، متجول في تل أبيب، يلاحقكم الانتقام الفلسطيني أينما تكونوا، جرائمكم وحرب الإبادة ضد الشعب. هذا هو آخر تغريدة من فلاح المشعل بخصوص إكس. مشاهدينا الكرام انتهت إكس. فاصل قصير وقصة الحدث، خليكم ويانا لا أحد يروح بعيد. يقول له وينه؟ صعدوا فوق السطح يدورون عليه، وينه؟ شفتوه لو ما شفتوه؟ أين الرد الإسرائيلي الصهيوني على إيران، على جمهورية إيران الإسلامية؟ وين الرد؟ وينه؟ ماكو. قصة الحدث عن الرد الصهيوني على الجمهورية الإسلامية اللي ما حد شافه يعني دقيقتين وراح. خلي نشوف شنو عندنا بداية قصة الحدث. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
هذه كانت كلمات الإمام الخامنئي حول الرد الصهيوني اللي ما حد شافه، يعني ما حد شعر به، مجرد دقيقتين وراح راح راح. كما يقول سعيد عباس عراقشي وزير الخارجية، يقول إننا ندين بشدة الهجوم الإجرامي على المراكز العسكرية الإيرانية باعتباره انتهاك. بالمناسبة هو ليش يدين هسه؟ لأن من راح يرد رد قوي راح يعرف إنه أنا ترى هو كل شيء ما سووا، هم كل شيء ما سووا، بس على مود الرد يصير مضاعف. انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لقد ضحى 4 من أبطال جيشنا بحياتهم في هزيمة هذا الهجوم المتهور والجبان. أيضا خلينا نشوف شنو عندنا في قصة الحدث. جماعة خاتلين خاتلين عدهم ردوا وخاتلين. هذا هو شو اسمه نتنياهو قالانت ما ادري شو صحوا له ذولا ربع. مشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ايتاج، حتى التقيكم الثلاثاء اشوفكم على خير وفي مال الله.